أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن تحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة. خلال كلمته أمام مؤتمر بذل السلام في العالم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قال وزير الأوقاف إن السلام لا يتحقق إلا للأقوياء، مشيرا إلى ضرورة وجود قوة تحفظه وتحميه. تحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة، بل هو مشترك إنساني عام. وإن ألفاظ السلم والسلام والسلامة والإسلام كلها تنبع من جذر لغوي واحد هو سلم. وأهم ما يميز هذا الجذر اللغوي هو معاني السلم والمسالمة. وفي هذا السياق يأتي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان على ظهر البسيطة. ذلك أن الأذى إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، واللسان رمز للقول واليد رمز للفعل، كتابة أو رسما أو ضربا أو نحو ذلك.